مهدي أراد له من خلال برنامج في حملته الانتخابية، وأراد له أيضا أن يكون الشريك والحليف من خلال التزامات 54 التي تحدث عنها مرة أخرى وظل يتحدث عنها في مختلف اللقاءات الإعلامية ومختلف الخطابات التي تابعتموها بالتأكيد، وجعل من المجتمع المدني حليف أول للدولة بمعنى الشراكة الحقيقية، ووضع لذلك آليات. وممكن الفرق بين اللقاء اللي كان في السابق واللقاء اليوم نتحدث عن آليات موجودة.